أشهد أن سيدي باش نصليو اليوم الجمعة كبيرة عند الله، مشينا كندخلو كنصليو، فإذا به كنتفاجئو بإنسان غادي كيتقدم من الأمام الأمام أمام، أنا كنعتبرو بأنه زعما غادي يمشي للصف الأمامي باش يجلس يتسند الخطوبة، فإذا به طلع للمنبر وجبد السيف من تحت منو كيقول الله أكبر، واللي قرب ليا راه غادي نفعل وغادي نترك. الناس كيقول لنا رجعوا للوراء رجعوا للوراء رجعوا للوراء، انا غادي بديك الخطوات كنجري كنقص في عباد الله طن 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 القدره ديال داكشي. كنشوف ذاك الراجل الكبير مسكين مسكين بقى لابد مسكين ما قدر يدير والو، ذاك الايمان بقى مسكين بحالو جالس وصافي ما كيدير لا لا كنشوف كندارك بانه راجل كبير في السن جالس في الارض ناض هز واحد العصا كيدير ليه سير حيد حيد، هذيك هي اللي جعلته كيخاف من هذيك العصا ربما تقيس ولا شي حاجه، جا ويتكل عندي انا من مورا المنبر ديال تما. هذيك الوقيته اللي هو خاف من العصا او تكداش مع هكا جريته انا من تماك لحتو من الفوق الارض طاح ليه الموس خرجناه حتى للساحه، والامن هما اللي قاموا بها سميتها، ولهذا مازال كيسخسخونا بالامن علاش لا ما درتي هذا هو الجزاء ديالنا وشكرا. ما قال لك والو هو ملي شديتي ملي تكا عندك ولا دابا كلشي كيضرب، وكنا كنقول لهم غير هداو غير هداو نشوفوا شنو كيقول لك غير خلوني غير ندوي هو بغى غير يدوي هو فين غيدوي ما نعرف ما عرف ديك الساعه قبطوا داروا ليه المينوط ومشى. كتبان في الهيئه ديال انه يقدر يدير داك الشيء يقدر يا صاحبي، هو انسان صاحبي شاب صاحبي قداش لنا هو راه الطوله الطوله بحال ديالي وغير هو عنده الشعر تبارك الله راه بحال العصوص كان حتى هو مربي الشعر بحال هكا عنده هيبه سبحان الله العظيم، يعني بحال هذاك الشاب ما خصوش يدير بحال هكا حشومه كاع حشومه يدير بحال هكا. ما تصاب حتى شي واحد ما تكره الحمد لله من ما تصاب حتى شي واحد، راه لهذا راه كنشوفوه كان كيهدد الامام كيقول لهم اللي قرب ليا راه غادي ناديه، راه اللي قرب ليا غادي ناديه، الله اكبر الله اكبر خليني خليني. وتالي هذا تا كنشوف السيد تبارك الله عليه الراجل الكبير هو اللي شايل عليه بجي جوج ضربات ديال المسكين واخا كيفير بديك العصا ثقيله عليه ولا ما عرفت شناهو، ولهذا ما عرفت هو كيدير ها ها الدهشر بحال هكاك مزيان، من الدهشر هي اللي جاتني الفرصه مزيانه رجع عندي للوراء لحتمو من الفوق للارض لتحت، وراه الكاميرا يمكن كنا شدوها ولا يمكن قطعوها.